السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي من خلال الجرو سوبر اقدر ارسم مجموعة من البوينت من تولز. هقول له انا عايز اشغل الجرو سوبر، واجي هنا اقول له انا عايز ادوس مرتين واقول له انا عايز سيريس، يعني مجموعة من الارقام. لو انا عايز الارقام هاجي هنا اشغل البانل ديت، تمام، واسحب هنا وفرجوني هيبدأ يجيب لي الارقام اللي موجودة. طيب لو انا عايز اغير الارقام ديت ادوس هنا واقول له مثلا 13، تمام، واخد الرقم دوت من السلايد دوت واقول له حطول هنا، فيبدأ يجيب لي الارقام من واحد لكام، من 0 ل 12، يعني 13 رقم. طيب دلوقتي انا هقول له مثلا انا عايز بوينت او كونستراكت بوينت، كونستراكت بوينت على اساس ان انا ادي له الاكس والواي والزد، تمام. ممكن اقول له انا عايز مثلا الاكس بتاعي ياخد من الارقام ديت، تمام، فهتلاقي مجموعه من النقط اتكونوا في وقت واحد اهو. طيب الواي عايز ابقى قد ايه، يعني هو الواي هنا مفترض ان هو بصفر. طب لو انا عايز اخلي الواي مثلا باي رقم هقول له مثلا ب3، تمام، رقم متر، واروح سحبه هنا اهو، سحبه اهو. طيب اقدر اغير، اقدر اجي هنا واسحب زي ما انت عايز، هتلاقي الارقام بتتغير اهيت، تمام. طب دول كام واحدة؟ 13. ممكن اجي هنا اقول لا خليهم لي 14 15 زي ما انت شايف، تمام، اهو هيبانهم في التوب وفي الفرونت، تمام. طيب لو انا عايز ارسم سيركل، تمام، هقول له هنا اقول له سيركل. طيب السيركل محتاجة ايه؟ محتاجة بوينت، تمام. خلينا نستخدم السيركل التانية، هنستخدم مين؟ الغذيت وصل دي اهيت، تمام. عمل ايه؟ خد البوينت وراح بدأ يرسم الدوائر. طب انا عايز اتحكم في الريكتانجل في نص القطر، هقول له خلي دي مثلا 2، تمام، زي ما انت شايف تقدر تتحكم في كل حاجة في البرنامج، تمام.